هذا كتاب النخبة الجديد من الشيخ صالح بن فوزان من طرف فوزان حفظه الله. باب في بيان أهل الزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم. وهذه الأصناف إلى قسمين. القسم الأول المحاويج من المسلمين. القسم الثاني من في إعطائهم معونة على الإسلام وتقوية له. نعم. وقوله تعالى يعني هنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على تمام الأكمال على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولا. يعني هنا الآن هو يفسر الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. فقال هؤلاء الثمانية هم عبارة عن قسمين، قسم هم محاويج من المسلمين، والقسم الآخر هم يعانون، ها يعانون بدفع الزكاة، دفع الزكاة لهم، يعانون بدفع الزكاة لهم من المسلمين ومن غير المسلمين. نعم. قال القسم الأول هم المحاويج كالفقير والمسكين وابن السبيل وفي الرقاب. فهمتنا هذا؟ نعم. وقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين والمساكين عليها والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. التوبة. ففي هذه الآية الكريمة حصر لأصناف أهل الزكاة الذين لا يجوز صرف الزكاة إلا لهم. يسأل السائل الآن يقول هل الآن في الإغاثة المسلمين المنكوبين هل يصرف لهم الزكاة؟ نقول إن كانت تصل إليهم مالا يجوز، أما تصل إليهم عينا لا يجوز، إذا تأكدت أنها تصل إليهم مالا تمام فهذا يجوز، إذا كان تصل إليهم ليس مالا فلا يجوز. نعم. وإلا فهم في الحقيقة هم أبناء سبيل وهم فقراء وهم مساكين، نسأل الله أن يفرج عنهم. نعم. يعني من الفاجر اشترى لهم أشياء وتبقى؟ لا، هذا اختيار لجنة الدائم، اختيارها العلم، لأن هي زكاة النقدين من النقدين. نعم. نعم. ولا يجزئ صرفها في غيرهم وهم ثمانية أصناف. يأتي إنسان يقول طيب عندنا مسجد وكذا هل يجوز أدفع الزكاة له؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول له ما يجوز. واحد يقول طيب عندنا جمعية خيرية، نقول له ما يجوز. إذن الضابط هنا الثمانية الأصناف، زكاة المال احفظوها أحسن الله إليكم. دائما القواعد القرآنية والضابط الفقهية تريحك في فهم المسألة. إذن هنا الضابط هم الثمانية الأصناف، ما دونهم لا. نعم. أحدهم الفقراء وهم أشد حاجة من المساكين. أصلا فقير فعيل بمعنى مفعول، فقير فعيل بمعنى مفعول، وهو مفقور الظهر الذي فقر ظهره فأقعد رغم أنفه. والمسكين هو من السكن، المسكين هو من السكن، من سكن به حاله، لكن المسكين خير حال من الفقير. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. وقيل المسكين هو الذي يملك قوت يومه، اللهم أحيني مسكين وأميتني مسكين واحشرني في زمرة المساكين. نعم. لأن الله تعالى بدأ بهم. نعم. أي حديث النبي كان يدعو بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما يبدأ بالأهم، بالأهم، فالأهم والفقراء هم الذين لا يجدون شيئا يكتفون به في معيشتهم ولا يقدرون على التكسب. أيوة. ولا يعني هو لا ما عنده وما يستطيع أن يتكسب، هذا هو الفقير. فإن كان لا يملك ويستطيع أن يتكسب يتحول إلى مرتبة أعلى وهي إيش؟ مسكين. المسكين. نعم. أو يجدون بعض الكفاية فيعطون من الزكاة كفايتهم إن كانوا لا يجدون منها شيئا، أو يعطون تمام كفايتهم أو يعطون تمام كفايتهم. لا 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 هذا تصحيف، تصحيف هذا مضاف إليه. ها تمام كفايته، كفايتي. لا لا الآن فيعطون من الزكاة كفاية، أنت قلت تمام كفايتهم، مكتوب عندك تمام أنت؟ لا اهدوا هداكم الله. في نسخ مكتوب فيعطون من الزكاة كفايتهم، أنت عندك كده؟ لا. إيش ما عندك؟ فالمسكين هو الذي يجد أكثر كفايته أو نصفها فيعطى من الزكاة تمام كفايته.
تمام. أو يعطون تمام كفايتهم مضاف إليه مجرور بالكسرة. تمام مفعول به. كفايتهم مضاف إليه. كفاية مضاف والهم أيضا مضاف إليه. أما التي قبلها فيعطون من الزكاة كفايتهم إن كانوا لا يريدون منها شيئا هذا مفعول به. واضح. اللي قبلها الجملة التي قبلها ماذا مكتوب فيها؟ فيعطون من الزكاة إيش؟ الجملة اللي قبلها مباشرة يا إخواني. كفايتهم دي مفعول به. أو يعطون تمام كفايتهم هذه مضاف إليه. إيش مكتوب عندكم تمام إيش؟ خطأ. هذا تصحيف هذا. اكسر اضرب على الفتحة واجعل كسرة تحت التاء. كفايتهم مضاف إليه. نعم. أو يعطون تمام كفايتهم. أحسنت. إن كانوا يجدون بعضها لعام كامل. نعم. الثاني المسكين وهم أحسن حالا من الفقراء فالمساكين. المسكين ولا المساكين؟ مع ذاك الخير. المساكين وهم أحسن حالا من الفقراء. فالمسكين هو الذي يجد أكثر كفاية. المسكين مفعيل من السكن سكن به حاله لكن يستطيع النيش أن يتكسب. يعني ممكن واحد يكون راتب 20,000 ريال ويقول علي مسكين. هي لذلك لا علاقة للراتب بالمسكين. لا علاقة للراتب بالمسكين لأنه عنده قسط هنا وبيطلع هنا وهنا ما يبقى له غير 1,000 ريال. يعني ممكن يكون بياخد 20,000 ريال ونديله الزكاة. أيوة نعطي الزكاة لا يبقى له منها شيء. قسط إيجار بيت يبر أمه يبر أباه يصل أخته وهكذا ما يبقى له في الآخر غير 1,000 ريال. مستحق للزكاة؟ نعم مستحق للزكاة. نعم. المسكين هو الذي يجد أكثر كفايته. وممكن أحد يكون راتبه 5,000 ريال وممكن ولا يكون مستحق للزكاة لأنه ما عنده ما ينفق ما عنده شيء يعني يستهلكه ماله وما عنده أي شيء ما عنده شيء أقساط ولا شيء. وضحت الآن؟ فلا علاقة للراتب بدفع الزكاة. نعم. أو نصفها فيعطى من الزكاة تمام كفايته لعام كامل. الثالث العاملون عليها وهم بعض الناس يفهم من هذا فهم خطأ. يقول لك يا أخي أنا جاني واحد مقرش وأعطاني عليكم السلام وبركاته وأعطاني الزكاة وقال لي وزعها فأنا أعطيه من العاملين عليها. نقول له جزاك الله. العاملون عليها هو الذين يحددهم ولي الأمر. أما أنت اسمك وكيل زكاة تروح تدفعها مكان ما قال لك ادفعها. فبعض الناس يفتي من تلقاء نفسه. نعم. وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة. عرفت هذا اللي مو اللي بيوزع الزكاة هذا العاملون عليها هذا اللي بيبعثوا ولي الأمر يخرصون التمر ويقيمون المصدق يأخذون من بهيمة الأنعام والسائمة إلى غير ذلك. هم الذين يجمعون يحددهم ولي الأمر هو الذي يبعثهم ليجمعوا الزكوات المختلفة. نعم. من أصحابها ويحفظونها. نعم. ويوزعونها على مستحقيها. نعم. بأمر إمام المسلمين. بأمر إمام المسلمين ولي الأمر في كل دولة. نعم. فيعطون من الزكاة قدر يعني أجرة المثل. إذا كان من هو في مثلهم يأخذ 5,000 7,000 كذا يعطون من الزكاة أجرة المثل لأنه يعتبر موظف. نعم. قدر أجرة عملهم. نعم. هذا يسمى عمل موسمي ليس عملا ممتدا فقط فترة جمع الزكاة و توزيعها. والذي يحدده هو ولي الأمر ليس الذي عنده مال أعطاه لزيد وعمر الناس قال له وزع على الناس فيقول له من العاملين إيش عليها. لا ما يصلح. إلا إن كان ولي الأمر قد رتب لهم رواتب من بيت المال. ممتاز. الخيار الثاني إلا إذا كانوا هم موظفون ولي الأمر رتب لهم رواتب من إيش من بيت المال. فإن لم يترتب لهم راتب من بيت المال صرف لهم من الزكاة التي يجمعونها. نعم. وعلى هذا العمل فلا يجوز أن يعطوا شيئا من الزكاة. نعم. كما هو الجاري في هذا الوقت. كما هو الجاري في زماننا هذا أن الذين يجمعون الزكاة موظفون في الدولة ولهم رواتب ولهم مكافآت فيجمعون الزكاة ويصرفونها إلى بيت المال وإلى المحتاجين ولا يأخذون منها شيء لأن لهم راتب ينزل في نهاية كل شهر. نعم. فإن العمال يعطون من قبل الدولة فيأخذون انتدابات على عملهم في الزكاة فهؤلاء حرام عليهم
أن يأخذوا من الزكاة شيئا من عمله عن عملهم لأنهم قد أعطوا أجرة عملهم من غيرها. الرابع المؤلفة قلوبهم. المؤلفة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعمين عليهم والمؤلفة قلوبهم. هذا الرابع المؤلفة قلوبهم ممتاز، على اعتبار هو ما أخذها من الآية، لم يأخذها من الآية جعلها مبتدا وخبر، هو ما يمنع، ما في معنى، ما في معنى، على اعتبار أنه لم يجعلها على الآية. نعم. جمع مؤلف من التأليف، وهو جمع القلوب والمؤلفة والمؤلفة قلوبهم قسمان، كفار ومسلمون. فالكافر يعطى من الزكاة إذا رقي إسلامه لتقوى. إذن المؤلفة قلوبهم هم الذين تتألف قلوبهم، فإما أن يكونوا مسلمين وإما أن يكونوا كفارا، فإذا كانوا كفارا يرجى إسلامهم يعطون من الزكاة. نعم. لتقوى نيته على الدخول في الإسلام. نعم. وتشتد رغبته، أو إذا حصل بإعطائه كف أذاه، كف شره. إذن التأليف إما لدخوله في الإسلام أو لكف شره عن الإسلام. نعم. يعني إنسان والعياذ بالله يؤلب على المسلمين، يقتل المسلمين، يسفك دماء المسلمين، إذا كان في تأليفه يعطى من المال ويكف أذاه عنه، أعطي من الزكاة ويكف أذاه عنه. نعم. عن أو شر غيره والمسلم المؤلف يعطى من الزكاة لتقوية إيمانه أو رجاء إسلام نظيره ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة والمفيدة للمسلمين. ممكن يكون إنسان مسلم ضعيف في دينه، يعطى من الزكاة ليقوى دينه، ما في مانع. نعم. ولإعطاء التأليف إنما يعمل به عند الحاجة إليه فقط. إذن هذا الشيء عند الحاجة وليس على إطلاقه. نعم. حتى لا يستمرئ الناس فيدخلون في الدين من أجل المال. نعم. لأن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم تركوا لإعطاء التأليف لعدم الحاجة إليه في وقتهم. نعم. الناس دخلوا في دين أفواجا من غير حاجة إن يدفع لهم المال. نعم. الخامس الرقاب، وهم الأرقاء. وفي الرقاب اللي هم الأرقاء جمع رقبة. نعم. المكاتبون الذين لا يجدون وفاء. المكاتبون ما في مانع. المكاتب أو المكاتب، قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة على الله يعينهم: ناكح يريد العفاف، والمجاهد، والمكاتب. ما هو المكاتب؟ إن المولى يأتي عند سيده فيتكاتبان على أجرة أو على إجارة، يقول لديك 5000 ريال وتعتقش رقبتي، أو يقول له تزرع لي 100 نخلة حتى تثمر، حتى تطعم، وأعتق رقبتك كما فعل مع سلمان رضي الله عنه وأرضى. هذا معنى المكاتب، هذه المكاتبة، أن يتفق المولى مع سيده على أجرة أو إجارة معينة من أجل عتق رقبته. هذا يعطى من بيت مال المسلمين لكي يعجل بعتق رقبته وحريته. نعم. فيعطى المكاتب ما يقدر به على وفاء دينه حتى يعتق ويخلص من الرق. نعم. ويجوز أن يشتري المسلم من زكاته عبدا فيعتقه. يا سلام. إذا في الرقاب يأتي المسلم عنده مال فيشتري عبدا ثم يعتقه، لا يشتريه لكي يستعمله، إذن هنا لا يعتبر هذا من الزكاة، لكن من باب وفي الرقاب يدفع المال يجيبه يعتق الوجه الله عز وجل. نعم. ويجوز أن يفتدي من الزكاة الأسير المسلم. نعم. أن يفتدى من الزكاة، ويفتدي من الزكاة الأسير المسلم، يعني تدفع الزكوات. فك العاني، قال عليه الصلاة والسلام فك العاني، العاني هو الأسير، فلا مانع أن تدفع الأموال من أجل فك أسرى المسلمين، أموال الزكاة. نعم. لأن في ذلك فك رقبة المسلم من الأسر. السادس هذا قياسا على وفي الرقاب. نعم. السادس الغارم. دقيقة. نعم. الآن شوف زي الديات وهذه يجوز فيها. إيش هي؟ مثلا جينا وفي الغارمين تأتي هنا الآن. والمراد بالغارم المدين، وهو نوعان:
أحدهما غارم لغيره، وهو الغارم لأجل إصلاح ذات البين. نعم، غارم لغيره، رجل له وجاهة، فكاد قبيلتان أو أسرتان أن يقتتلا على مال، فقال غرمكم عندي، تسمى كفالة الغرم والأداء. ها؟ حديث قبيصة ابن المخارق، قال غرمكم عندي، ثم ضعف عن سداد الغرم الذي تحمل، أو تحمل حمالة. هنا يعطى من بيت مال المسلمين. نعم، بأن يقع بين قبيلتين أو قريتين نزاعا في دماء أو أموال، ويحدث بسبب ذلك بينهم شحناء وعداوة، شحناء وعداوة، شحناء ما بالتنوين، شحناء وعداوة. فيتوسط الرجل بالصلح بينهما، ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم. نعم، ليطفئ الفتنة فيكون قد عمل معروفا عظيما. نعم، ومن المشروع حمله عن الزكاة، من المشروع حمله عن عنه من الزكاة، لئلا تجحف الحمالة بماله. أيوة، الحمالة، رجل تحمل حمالة، يعني تحمل دماء، تحمل أموالا من قبيلة إلى قبيلة، هذا يعطى من الزكاة. نعم، إن هذه الصدقة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي إلا بإحدى ثلاث، رجل تحملها حمالة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وليكن ذلك تشجيعا له ولغيره على، لأن لو الناس تحملوا الحمالات للإصلاح بين القرى والأسر ولم يردوا من يعينهم، إذن ذهب أهل المروءات، صح ولا لا؟ يقول لك يا أخي أنا طيب، يعني أنا أورط نفسي وفي الأخير لا يجد من يعين، لكن لما يعان، فانظر إلى هذا الدين العظيم الذي نزل به حفظ ذات البين وحفظ الدماء وحفظ الوجاهات، أقيل ذوي العثرات هيئاتهم، فتجد أن كل الناس ينشطون على ماذا؟ على التدخل وإصلاح ذات البين، وهذا من خير الكلام ومن خير النجوى، لا خير في كثير من النجوى إنما أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم، شيخ بارك الله فيك، قصة أبو هريرة، كذب، أبي ذر، كذب، هذا كذب، كذب، هذا كذب، هذا جزاك الله خير. على مثل هذا العمل الجليل، عارفين وش القصة؟ انه ابو ذر جاء رجل في 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 دماء، وقال انا اسكن في باديه بعيده ولي اطفال، فمن يضمنني ومن يكفلني؟ ابو ذر قال انا، وبعدين راح الرجل وجلس في اليوم، ابو عمر قال له تعال نضرب عنقك، فجلى ابو ذر ينتظر لين قبل الغروب جاء. هذا كله افلام هنديه، هذه فيها عده محاذير شرعيه ابدا، يعني لانه لا شفاعه في الديات والحدود ومثل هذا، ولا كفالات فيها أبدا، كل هذا كذب هذا. نعم، على مثل هذا العمل الجليل الذي يحصل به كف الفتن والقضاء على الفساد، بل لقد أباح الشارع لهذا الغارم المسألة لتحقيق هذا الغرض. ففي صحيح مسلم عن قبيصة قال، عن قبيصة ابن المخارق، قبيصة، عن قبيصة ابن المخارق قال، تحملت حمالة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر، يعني لك انتظر لك عندنا لحد ما يجينا أموال الزكاة فنأمر لك. نعم، يعني المجالس اللي هي الأهلية الواحد بفك، يعني نعم، محكمة، هذه تدخل في الحمالات لكي يفك اشتباك بين أسرتين وعائلتين، وأن يقضي بينهم في الدماء. يعني ده يجوز، يعني هو يفرض على ناس فلوس للدنيا، ما يمنع إذا كان من غير إجحاف، ما في مانع، هكذا كان المجالس العرفية عند العرب، ما في بأس. وهذا وهي المحاكم، أي نعم، وهذا من الضرورات الخمسة، من القواعد الفقهية الكلية الخمسة، الأمور مقاصدها لا ضرر ولا ضرار، والعادة محكمة، يعني العرف له نفاذ، القضاء يعني ما لم يحل حرام، يروح لشيخ القبيلة يحكم بينه، معروف معروف، يعرض على دوت، ما في مانع، أحسنت، ما في مانع أبد، ما في مانع، ما في مانع، ما في مانع. نعم، الشارع لهذا الغارم المسألة لتحقيق الثاني، الغارم نفسه كأن يفتدي نفسه من كفار أو يكون عليه دين لا يقدر على تسديده، فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه، لقوله تعالى والغارمين. السابع، في سبيل الله، بأن يعطى من الزكاة الغزاة المتطوعة
المتطوعة الذين لا رواتب لهم من بيت المال. لأن الغزاة نوعان: غزاة متطوعون وغزاة مكلفون. الجند، الجند المكلف من قبل الأمر وله راتب ومكافأة، هذا لا يعطى. أما يأتي غازي متطوع، هذا يعطى. نعم، لأن المراد بسبيل الله عند إطلاق الغزو، قال عند إطلاق، المراد في سبيل الله عند الإطلاق قولا واحدا هو الغزو: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. معناه فين؟ معناه في الجهاد. فلما تأتي في سبيل الله أصلها الجهاد والغزو. نعم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنين مرصوص. نعم، من صام يوما في سبيل الله معناه من صام يوما في سبيل الله يعني في الجهاد، يعني الصيام المقصود به هنا هنا في الجهاد، هو بجهد، هو في الجهاد. نعم، وليس الصيام العادي يعني. ها؟ وليس الصيام العادي مقصود به مثلا. الصيام العادي له أجره، له أجره يومان ترفعان فيهما الأعمال، وحبين يرفع عبال يوم الصائم، من صام ثلاثة أيام من كل شهر كمن صام الدهر إلى غير ذلك. لكن الصيام في الجهاد له، لأن الصيام وهن وضعف، والجهاد وهن يحتاج إلى قوة، ومع ذلك هو يصوم لكي يجاهد العدو، فجمع وهنا على وهن وضعفا على ضعف، وكفى ببارقة السيوف فتنة، فلابد يكون الجزاء من جنس العمل. فكان هذا فعلا يعني، فمن صام يوم في سبيل الله باعد الله بين وجه بين النار 70 خريفا. نعم، هو لا شك المقصود به النافلة. طيب، إذا كان هو مع رخصة في الفريضة، ولذلك كان الجزاء قويا عشان هي نافلة. طيب، هو مع رخصة في الفريضة يعني يحفز على النافلة. أي نعم، ما في مانع، لا مانع من ذلك أبدا، ما في شيء يمنع. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فما في مانع أبدا إن هو وإن كان يرخص له في الفطر في الفريضة، إن شاء أخذ بالرخصة وإن شاء أتم صيامه. أما النافلة فهو كما عند الترمذي: صائم النافلة أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم، شيخ بارك الله فيك، هم ينسبون الحديث هذا إلى الصيام العادي، هذا للتبليغ والدعوة، هذا الفكك منه، هذا اقرا لا إيه، هذول حقون التبليغ، هذول حقون التبليغ. كل ما جات كلمه في سبيل الله قال لك الخروج، قال لك الخروج، كل حي في سبيل الله عنده ايش؟ عند الخروج. هذا لا العادي. لا تسأل، لا 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 هذا اجماع عند اهل العلم ان المقصود بفي سبيل الله هو الجهاد والغزو. نعم، بارك الله. ان الله اي يكره انت حديث. ايوه حديث ثاني، ايوه حديث. نعم، وقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله. الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به في سفره بسبب نفاذ ما معه من او ضياعه، لان السبيل هو الطريق، فيسمى من لزمه من لزمه ابن السبيل، فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، وإن كان في طريقه إلى بلد قصده أعطي ما إلى بلد قصده أعطي ما يبلغه إلى تلك البلد. نعم، هنا قالوا لو أعطي فزاد أيرده إلى بيت المال؟ قالوا فيه قولان: إن قيل له ما زاد ترد، رد، وإن قيل له لا، إن لم يزد لا ترد، لا يرد. نعم، وما يرجع به إلى بلده. ويدخل في ابن السبيل الضيف كما قال ابن عباس وغيره. وإن بقي مع ابن السبيل أو الغازي أو الغارم أو المكاتب شيء مما أخذوا من الزكاة زائدا عن حاجتهم، نعم، وجب عليهم أن يردوا إلى بيت المال. وقول آخر قالوا: لا مانع إن لم يرد، عليكم السلام. نعم، لأنه لا يملك ما أخذه ملكا مطلقا. لا يملك ما أخذه ملكا مطلقا، إنما أخذه لحاجة، فإذا قضيت الحاجة رد الباقي. نعم، وإنما يملكه ملكا مراعي بقدر الحاجة، ملكا مراعا بقدر الحاجة. إنما يملكه ملكا مراعي بقدر الحاجة. نعم،
وتحقق السبب أيوه. الذي أخذه من أجله، فإذا زال السبب زال الاستحقاق. والله أعلم، وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.